استقرى ربما مستقبل تونس بعد الاستفتاء، سواء كان نجح الاستفتاء أو فشل هذا الاستفتاء. سواء نجح أو فشل ينبغي أن نعلم أولا ما هي طبيعة الدستور الذي يقدمه للاستفتاء. سنأتي عليه تفصيلا. لأن الطبيعة هي التي ستحدد العناصر الجزئية. هذا النظام الذي يقدمه الدستور ينبغي ألا ندخل في جزئياته قبل أن نعلم طبيعته. هو نسخة دقيقة للدستور الإيراني، نسخة دقيقة للدستور الإيراني، وهو يتألف من خدعتين. خدعة موجهة للخارج، هو الكلام عن الديمقراطية وعن الحرية وعن الكرامة وعن مواصلة الثورة إلى آخره. هذا الدستور الإيراني تحكي ولا الدستور التونسي؟ التونسي. وفي نفس الوقت تركيز سلطة الإمام المعصوم، تركيز سلطة الإمام المعصوم الذي يلغي كل هذه الوعود في الديمقراطية والحقوق إلى آخره، لأنه فوق القانون، وأكثر من ذلك هو فوق حتى الدين وفوق العقل، فوق الدين والعقل والقانون. وهذه نظرية باطنية أثبتها الغزالي في كتاب فضائح الباطنية، ونظرية باطنية أثبتها ابن خلدون في رده على ابن سينا الذي قال لا يمكن تصور دولة بدون إمام معصوم حتى يطاع، لأن العقل فيه جدل، ولأن إرادة البشر لا يمكن أن تجتمع بدون إمام معصوم وصي على الشعب. رئيس قيس سعيد يقول أنا وحتى السلطة التنفيذية بعد أن كان دستور 2014 يقسم السلطة التنفيذية ويفتتها، مما خلق عديد الأزمات في العشرية الماضية. وتذكر الصراع اللي قام ما بين السبسي وما بين الشاهد وأيضا ما بين قيس سعيد والمشيشي، وبالتالي وحد السلطة التنفيذية وتملك كل السلطة تقريبا. هذه من أكاذيب الديمقراطي إذا كان يريد أن يعتبر توحيد السلطة جزء رئيسي من ما يسمى النظام الرئاسي. النظام الرئاسي يعطي السلطة التنفيذية كاملة للرئيس، ولكن يضع له مكابح كما في أمريكا. يعني هناك توازن بين سلطة الذي بيده السلطة التنفيذية كاملة، ولكن لا يستطيع أن يعين وزيرا أو أن ينتخب يعين مستشارا أو يعين مسؤولا على الأمن أو يعين مسؤولا على الاستعلامات بدون أن يذهب ذلك المرشح إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكي يمتحن من حيث الأهلية ومن حيث الإخلاص لتونس. وليس هو الذي يعين هؤلاء، هو يقترح على مجلس النواب ومجلس الشيوخ من يرشحه لهذه المهمة، ولا يصبح وزيرا ولا يصبح مسؤولا عن الأمن إلا بعد مصادقة مجلس النواب ومجلس الأمن. وهو التوازن بين السلطتين، وليس سلطة لا سلطان عليها تفعل ما تريد، تعين من تريد وتعزل من تريد. ولكن الشعب دكتور مل تقريبا من تجربة سياسية قامت مثال في السنوات الأخيرة على نظام برلماني أو نظام شبه برلماني، بل هو يريد نظام رئاسي ليس على الشكل الأمريكي، بل يريد نظاما رئاسيا تطلق فيه يد الرئيس، وكأنه بالمخيال الشعبي يريد كما قال الإمام محمد عبده مستبدا عادلا، يريد مستبدا. وهذا هو الخطأ. نعم. لا يوجد في البلاد التي تؤمن بالديمقراطية نظرية المستبد العادل، لا بد من مكابح لمن بيده السلطة التنفيذية، والمكابح معروفة هي سلطة القضاء وسلطة البرلمان. إذا لم يكن هناك سلطة قضاء وسلطة برلمان فإن الحاكم بأمره يصبح ربا وليس حاكما، يصبح ربا وليس حاكما. ومن ثم ففي الدستور تجد أنه يعطي لذاته صفات الرب، أي أنه لا يحاسب لا خلال القيام بالمهام ولا بعدها. وهذا ما يخليك تمشي لنظرية الإمام المعصوم، أنه ربما قيس سعيد ذاهب إلى تطبيق هذه النظرية من خلال الدستور.